القديمة ديال مراسي. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيرب خبر عنوانه الرجاء الرياضي يواجه اليوم شباب سوالم في مباراة ودية. ومن المرتقب باش يواصل فريق الرجاء الرياضي خوض مباراة ودية خلال فترة توقف البطولة الوطنية قصد الحفاظ على التنافسية، ويخوض النصر الخضر اليوم الأربعاء مباراة ضد شباب السوالم الرياضي في ثاني مواجهتهم الودية بعد الأولى اللي خاضوها أمام نهضة الزمامرة. وكان الفريق الأخضر تغلب على نهضة الزمامرة بهدفين دون رد في المباراة الودية اللي جمعتهم الجمعة الماضي، وكانوا الأهداف من توقيع محمد زريدة وهشيم دومينغو. يشار أن العصبة الاحترافية قررت تأجيل استئناف منافسات البطولة في قسمها الأول حتى الأيام 27-28-29 شهر أكتوبر الجاري، بهدف إعادة تهيئة العشب الطبيعي في العديد من الملاعب الرياضية. مدرب موليدي جوجدة يوجه مقترحا للرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر اقترح الطاقم التقني المولودية الوجدية إجراء تربص إعدادي خارج المدينة لتغيير الأجواء المحيطة لإطراد نسبيا على اللاعبين، وطالب فوزي جمال مدرب الفريق الوجدي من المكتب المستير الجديد خوض معسكر تدريب في مدينة الدار البيضاء واستغلال فترة التوقف الدولي لخوض بعض المباريات الودية. ووضع مدرب المولودية ضمن مخططه مباراة ودية أمام الرجاء الرياضي، مرتقب أن الجمع بينهم في الأيام القليلة المقبلة. بودريقة يقرر الاجتماع بمنخرطي الرجاء الرياضي، وأعلن فريق الرجاء على عقد المكتب مديري الفريق الأخضر لقاء تواصلي مع منخرطي النادي من أجل مناقشة أوضاع الفريق. ووضح الرجاء في بلاغ لي أن بودريقة بمعية مكتب المديري غيعقدوا لقاء تواصلي مع هيئة منخرطي يوم الخميس المقبل. وفيما يلي البلاغ الكامل اللي تنشر عبر الصفحة الرسمية لفريق الرجاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يعلن السيد محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي بمعية أعضاء مكتبه المديري عن عقد لقاء تواصلي مع منخرطي النادي يوم الخميس 19 أكتوبر الحالي، وذلك على الساعة 8 مساء بفندق حياة ريجينسي بمدينة الدار البيضاء. وعلى ضوء هذا البلاغ نوجه الدعوة إلى السيدات والسادة منخرطات ومنخرطي النادي لحضور هذا اللقاء التواصلي والذي سيكون مناسبة للنقاش حول مستجدات ووضع النادي بصفة عامة. رجاويان على طاولة أولمبيك أسفي قبل مواجهة الفريق الأسبوع المقبل، وكيسأل المكتب مدير الفريق أولمبيك أسفي للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق المسفيوي خلف التونسي منير شبيل. وجات رغبة الأولمبيك في تغيير المدرب بعد تواضع النتائج المستوى التقني والتكتيكي للفريق خلال أولى جولات البطولة الوطنية. ودخل الرجاوي عبد اللطيف جريندو إلى جانب كوني هشام الدمعي وزكريا عبوب دائرة اهتمامات الفريق المسفيوي لما كتحملوا هذه الأسماء من كفاءة خبرة عالية كتوافق مع رؤية النادي وتطلعاته. كما كيبقى أيضا اسم مدرب السابق الجيش الملكي فرناندو داكروز مطروح على طاولة أولمبيك أسفي، وبهذا منتظر بنسبة كبيرة باش يواجه أحد الرجاويين فريقه السابق في أول مباراة مع الفريق المسفيوي، إذ أن المقابلة القادمة غتجمع الرجاء بأولمبيك أسفي برسم الدورة السابعة بملعب المسيرة بدون جمهور. أميل بورقادي يحكي عن تجربته رفقة الرجاء. وفي تفاصيل الخبر استضافت أحد المنابر الإعلامية الحارس الرجاوي السابق محمد الأمين البورقادي للتحدث حول تجربته في الفرق اللي جاورها. البورقادي اللي كيمارس حاليا بالدوري الإسباني بالدرجة الرابعة أكد في بداية الحوار أنه كان قريب يعتزل لكن وجد فريق بإسبانيا ولو في الدرجة الرابعة، إلا أنه اعترف بالأجواء احترافية سواء من ناحية البنية التحتية أو المعدات المخصصة للتدريب. وفيما يخص تجربته مع النصر الخضر صرح البورقادي أن تجربته ما كانتش طويلة مع الفريق بنظر لتوفره على حراس كبار، وزاد أن الرجاء فريق كبير وعالمي وتأسف للمشاكل اللي تخبط فيها مؤخرا، وأكد أن الفريق الأخضر قادر يخرج منه بكل سهولة بحكم توفره على قاعدة جماهيرية كبيرة اللي كتجر ديما فريقها لما هو أفضل وأحسن. وضاف البورقادي أنه كيتمنى الفريق السابق كل خير، وختم حواره بعبارة تالية: فريق الرجاء الرياضي كيبقى فريق كبير، بغينا ولا كرهنا فريق كبير، حيت كاينين واحد الفرق اللي واخا يعيشوا مشاكل كيف ما كانت كيبقاو فرق عالمية وكبيرة. تطور هام في الحالة الصحية لنجم الرجاء الجديد.
وفي تفاصيل الخبر تلقى الألماني جوزيف زينباور مدرب فريق الرجاء الرياضي خبر سار قبل استئناف مباريات البطولة، وذلك بالتجاوب السريع المهدي مهوب مع العلاج، وكيستعد المهدي مهوب مهاجم نص الخضر الجديد للدخول مرحلة جديدة من الاستشفاء بحيث أزال جبيرة نهاية الأسبوع المقضي كيف سبق وشرنا، ومن المنتظر باش يبدأ بعد المرحلة الثانية من الاستشفاء عبر برنامج خاص منحو ليه طبيب الفريق غيشرع في تطبيقه ابتداء من اليوم، وكيقتصر البرنامج لبعض التمارين داخل القاعة واللي كتهم الرجل خاصة اللي تعرض فيها للإصابة، وفي حال تحسن الحالة البدنية اللاعب مهوب منتظر على أنه يرجع التدريب مع المجموعة بشكل تدريجي ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري. كتجدر الإشارة لأن الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي كان حدد مدة غياب مهاجم الرجاوي المهدي مهوب الفترة كتراوح بين 6 حتى 8 الأسابيع قبل العودة مجددا للميادين، قضى منا حاليا 5 الأسابيع، وبهذا فالموعد المرتقب لرؤية المهدي مهوب بقميص الرجاء مجددا في أحد المباريات الرسمية غيكون في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.